اخوي انا والله ببالي اني لا دندنت لحالي صوتي ما انا حلو، لكن لجيت بوسطك ما اعوذ بالله. ما ادندن ما يخالف، اقول ما ادندن يقول لي ما يخالف. احب عمل، انت ما تسمع؟ قليل هذا اللي ما جدا قليل. لا تنقد علي ترى، لا انشاد ولا غيره. طيب ارجع لسؤالك. ما على الادمي من المنقود اود، ما على الادمي من المنقود ولا صار مع اخوياه بوسط الفوت. الله الله فوت ضموا للشله هذا الفوت. يا ابن حلال ما تيجي الا التعريف ينكسر البيت. ينكسر البيت يا اخي صار ايش بلاك؟ طيب وش بلاك يا ابو جذاب؟ وش بلاك؟ ايش قلت البيت الاول؟ ما على الادمي من المنقود. يالله انت مقهور عشاني كملت الشطر صح؟ يالله يلي لك عبادك يصلون يصلون. يا واحد ان كل المخاليق ترجيك ترجيك ويا رب إيه؟ عفوك يوم يقومون صدقني. اي ابو عواد انت قلت يصلون الحين الحين يقومون. فيديو كليب بدعته نفسي عزيزه حقت بندر الغيثي. جلسنا اذكره عز الله اذكره. جلسنا 7 ايام تصوير ممرحين بالبر. واو اي والله الظاهر حط رفعه وصلنا والله خاطر والله من شو اسمه من قاع القاع ومن طعس لطعس ومن ترى بس ما شاء الله الشغل جبار. حتى طيور معها يا ساتر يا ساتر. اي نفسي عزيزه 7 ايام والله 7 ايام وقت الربيع. وقت الربيع اللي لها العين ترتاح ترتاح. وقت الربيع اللي لها العين ترتاح. اتحداك تكمل به. وش اجين؟ وقت الربيع اللي لها العين ترتاح. وقت الربيع اللي لها العين ترتاح. انتهى وقتك صالح. سجل يا الاقدام. ايوه يم الفياض كمل ترتاح. الثاني ضاع التايمر حقك مضروب ترى احمد. انتهى وقتك كمل فياض. وش كمل حنا وين وصلنا اصلا عشان اكمل؟ وسط الفياض اللي له القلب ينساح. تفضل تفضل يلا اقول حنا بدون مسايير ماش ما نرتاح ما نرتاح. الله والله يا اخي ما المسايير حنا عزمنا هذا اللي يجيب كيف. طب اسمع بما انه سالك صالح على الفيديو كليب عاد على الجهد اللي سويته والتعب و لقى قبول وانتشار في مشاهدات والله يعني التعب ما ضاع. شوف التعب يصير على المنشد بالتسويق. احنا نصور له ونعطيه اياه تصوير خام بدون قصدك. لا لا اعطيك اياه انه كليب. بالعكس الحين الظاهر الحين توجه الناس للالبومات المشاهده. يعني اروح انزل سيدي البوم بالاخير اتفاجئ ان كل السيدي باليوتيوب إيه؟ محمل. فصارت الناس ما تنزل سيديات، صارت تنزل سينجل باليوتيوب ويصير مردودي من الاعلانات. اي صح. هذا هو الحين الموض اللي داخلين عليه الناس. طيب احمد التصوير الثابت ما لك به؟ كان بس كل الناس صارت تصور ثابت. طيب معليش انا اشوف الحين يعني انا زواج اخوي قريب اخوي حسن والله حييكم جميعا يعني الله يبقيك. الخميس الجاي اشوف ما شاء الله ياخذون مبالغ مصورين يعني على طلعت ليله واحده ارخصهم ب 2005 ياخذون مبالغ ما هي بسيطه يعني على انه يغطي لك الزواج كامل. ترى كان اول ينقدون بالله عليك. اي والله الحين ينقدون على اللي يجيب عامل بزواجه. سبحان الله عامل يصور. اي اول ينقد علي انك شلون تصور العروس. بعدين طلعوا الشباب يفتحون مؤسسات. الحين اللي يجيب عامل يصور ينقدون عليه يقول هذا ما معه قيمة مصور. والله أحمد طيب ما فكرت أنت أنك تسوي زي كانت عندي مؤسسة بس أنه تفرقنا. أنا اللي هي بدوامي وإسماعيل ومحمد راحوا الإمارة وتفركشت. ممكن أن نرجع من جديد نرتب أوضاعنا. والله يا أخي أنا شوف كلمت كذا واحد ولا تمسكها ترى يوم حنا كنا نصور زواجات حنا بشهر 5 نحجز لشهر 10 ما شاء الله. ايه من الزحمة يا سلام. وش الباكيج تلقاه تصوير مع طباعة ألبوم مع مونتاج 15 دقيقة ب 2005 دقيقة أحمد
بداية الهبة هذه أو الموضة أو الموضوع هذا نفسه اللي أنت تكلم فيه، كانت الأسعار عالية، شيء طبيعي صح ولا لا؟ الآن الأسعار نفس ما هي بالبداية ولا لا تزود الحين؟ أحيانا يقولك أنا أعطيك زيادة 500 على السعر اللي حجزك يا رجل. إيه لا أنا أقصد الآن كثروا كثروا بس أنت تختار منه المبدأ. بس الواحد يعرف الجودة، أنت تختار يعني منه. يعني أنا أشوف منتج زواجك أبي مثلك. إيه واحد يجيك يقول ورن أعمالك، أعمال مش حالك يعني. أنا بيوم زواجي راسلت مصور بالرياض، ما كانوا عندنا شباب يعني من أهل الديرة يصوروا، كانوا استديوهات وهي اللي تستلم التصوير كامل. فقلت أبي أجيب فلان اسم معروف، رسلته السلام عليكم السلام، قلت أنا برفحة واليوم الفلاني زواجي. قال أنا طلعاتي بالرياض 5500 رفحة، ما أدري ما عمري طلعت. قلت حبيبي قبل العرس بيوم بعد العرس بيوم التاريخ هذا عندك شيء؟ قال لا ما عندي شيء. قلت حجزك عندي وخلك على سعر الرياض. قال تم واتفقت أنا وياه. قلت خلاص قبل العرس بمدة أحول لك فلوسك وأحول لك حجزك. لا خطأ لا، وصار ظرف والله أني ندمان، ودي أنه هو اللي موثق لي. فنان فنان يخليك تراعي للصورة كذا تسرح بالصورة، لأن هي بعضهم يقولك إنها ليلة عمر والله العظيم. إيه وتوثيقك يعني الله إنه يعني بيجيب لي طاقم ليلة عرسي. الله الله يا وقت عز الله بيهم يبدعون، عاد أنا الفيس عندي والملامح ما أحتاج، تخلي المصور يبدع. مثل طوني اللي سير علينا مثل طوني اللي سير علينا يا فاطق قلطوني بصبع وشي لي. أنا ترى عندي، شوف أنا عندي أنا عندي لك سؤال جبار راح أجاوبك. يلا إجابة ما كنت توقعها بذهنك ولا خطرت لك ببال. ما هو ليش إلى الآن أحمد ما صور كلب؟ أنا نعم لأني مقتنع اقتناع تام بكلام أحمد العوّة. يا سلام عليك. إنه منذ مبطي وبقولك حاجة، إنه موضة الكلبات خلاص. أبقولك حاجة، الله يرحم فهد السوادي، الله يرحمه الجنة وموت المسلمين، والله يذكر أبو غانم بالخير عبد العز الغانم. آمين يا رب. يمكن نسجل شيلة أنا مشتاق. جانا راعي وبتخبرونا يعني أبو نايف الله يرحمه حريص، يعني إنسان يعني إذا أشتغل أشتغل، يعني حضر معنا بالاستوديو كذا وتسجيل. قال مالكم هم أي شيء، أبيكم أنتم بس. حتى مشوار موقع الكليب هذا وين يصير ما أدري، يم وراء نيلات، ما هو وراء نيلات، وراء موقق ما أدري وراء. شفت يا ولد، قلت يا أبو نايف أنا قالوا كاد إنه خلاص سووا جروب إنه للكليب. قلت يا الربع والله إذا ترجعوا لي أنا ورأيي أنا، حتى فهد كان يناوي يسوي تدشين، قلت أنا أقول نسجله وننزله باليوتيوب بس تصميم صورتك صورة عبد العزيز، صورتك صورتي اسم الشاعر وصورته وخلصنا. يعني شو له أروح مصاريف وحالتي حالة وصور تأخر فلان وجهد وا 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 زين، وبالنهاية بتنزل باليوتيوب واحد يمكن يشبكه بالجوال تسمع له بالسيارة. صح ما استفيد أنا، شفت ما في يعني شو الفائدة يعني إذا قصدك إنه يعرف يعني ملامحك أو لو تشتغل. لا بعدين ترى في عمل يحتاج له كليب وفي عمل ما يحتاج كليب. قالوا كاد ما تبون نقوم ننام راح. والله أنا دخت أنا والله أنا أحتاج هذا ورا المساند. سبحان الله خير.